انا بقول الاول بعيدا عن صحفي زملكاوي، هي فكره الصحافه بشكل عام او الاعلام هو انعكاس، هو مراه للي موجود تمام، فبنظهره. انعكاس في نادي واحد ولا في لا كل الانديه؟ بالعكس، لا على الطرفين، على الطرفين هو طبعا. الزمالك طول عمره على ولكن فكره كده العين علينا. الجزئيه المفارقه هنا في ايه؟ يمكن مشاكل الزمالك ظاهره اكتر وطالعه بره غرفه الملابس. يعني دي المشكله الحقيقيه اللي احنا فعلا محتاجين نحلها قبل ما نقول الاعلام بيتكلم عن ايه. بس الحقيقه يعني من ساعه ما يعني حتى لما الفتره اللي قبل، انا بتكلم في سياق عام، مش انا بتكلم على الاعلام بشكل، الفتره اللي هي دي قبل ما يجمد المجلس، امير مرتضى كان قافل والمستشار مرتضى قافلين حتى في التعاقد مع مدرب مثلا في قريب اهو، عمالين يضربوا خماس في اسداس، ما حدش عارف مين اللي جاي. هوب تك تك قال لك فيريرا، مع ان ما كانش فيريرا في الصوره قوي مع كل الناس الاعلاميين، كان اخر واحد تقريبا موجود في القائمه. بالظبط. احنا زي ما قلت في الاول المشاكل ظاهره، فبالتالي الاعلام بيترصدها. الفتره اللي احنا عايشينها هي فتره استثنائيه، يمكن ما نقدرش نقيس عليها دلوقتي لان الامور كلها على المشاع، ولكن في المجمل ده انعكاس لتكتلات. لو انت بنتكلم على لجان موجوده على السوشيال ميديا محركه بشكل كبير جدا لاي قضايا واي انفجار، اي ازمه صغيره قد كده بتنفجر على السوشيال ميديا، فدي بترجع للجان. وبالتالي هو انعكاس للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا طالما ان هي بتحركها لجان ماجوره، فبالتالي اي حاجه صغيره بتظهر في الاعلام بشكلها الكبير، حتى وان كانت حتى لو ما كانتش حقيقيه. فدي مشكله لازم تتحل جوه. مش هنقول ان احنا الزمالك يكون لجان ويدافع عن لعيبته، استحاله. شغلتنا على بالظبط، ولكن الشاهد هنا في الموضوع ان في تكتلات ماجوره هي اللي بتفجر الازمات بدون العوده ولا التطرق الى نظريه المؤامره على الاطلاق. مش نظريه مؤامره، احنا الامر واضح بالنسبه لنا كصحفيين، واضح جدا الصفحات الكبيره المحركه للاحداث واللي بتترصد لاي خطا وبتطلعه على المسرح زي ما بيقولوا، وبيبقى ترند لمجرد ان ده خارج من نادي الزمالك بدون التطرق الى نظريه المؤامره. وانا بكررها وسط الكلام لان الموضوع كله نظريه مؤامره. بدون نظريه مؤامره، هل معترفين بان في تكتلات وفي لجان بتحرك السوشيال ميديا وتفجر القضايا ضد او مع حاجات ماجوره ومدفوع ثمنها مسبقا ولا لا؟ احنا قدام ده. فبالتالي الاعلام او الصحافه بتتعامل مع التكتلات دي وكانها هي المحرك الرئيسي للراي العام. دي ازمه حقيقيه. طيب جزئيه ثانيه ومهمه جدا وانا هتكلم فيها بمنتهى الشفافيه والصراحه. هل الاعلام لما بيجي مثلا يرصد قضيه ما او ازمه ما داخل نادي الزمالك، مش بيبقى فيه اطراف متصارعه؟ الاطراف المتصارعه دي لو الطرفين على قلبهم على نادي الزمالك، الامر مش هيخرج بفكره الترسل، هيبقى الامر خلاف شخصي لم يرصده الاعلام. والله يا ابو حميد انا بلاقي في اطراف بتبقى قلبها على الزمالك برضو، واطلع الاقي الدنيا يعني مش عايز اقول لك ولعه. طب يا جماعه ما الناس ايه، خلاص بتتكلم كويس، ما لا مصرين برضو يعملوا مشكله. طبعا احنا مش في بعض المواقع او بعض الصحف، يمكن نقول ده، يمكن نقول ده. معلش يا كابتن طارق، انا اسف يا مصطفى. نسبه الصحفيين بشكل عام برضو بتتراوح، يعني في صحفيين اهلاويه وفي صحفيين زملكاويه، وبالتالي بيفرق ده في ظهوره على الراي العام من خلال وسائل الاعلام سواء صحافه او حتى على صفحاتهم. يعني انا ده اللي انا بقوله يا استاذ احمد، التركيز على الزمالك اكتر من اي نادي اخر.